Thank you.
اللهم
محمد ضمنه الجنان من التصديق بها والإطعام، تثبت بها في الشعور من الإيمان قاعد، وتمر على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، ونبلغ عن الله ما امره بتبليغه للخلق من فضله ونفعه، عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وبلغ الرساله وادى الامانه، ولد الله به من الامه بشرا كثيرا، فكان في خدمه الجاهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر، صلى الله عليه وسلم الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية، وبرز فيها في فرعة الكمال، وانقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه الخير صلى الله عليه وينبسط في قلبه النور سر التعلق به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بهده وحبه، ما عطر أجوال من ذكراه النسيم. قال الله بالتكريم والتكريم أفضل الوجود الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلتت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لمسك الكمال المطلق والحسن التام والزين. قال الله عليه فتكفل ذلك الجمال الميمون بالأسباب الكريمة والبدون، وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. وموضع خروجه وقد قضت الأكدر الأسد يد بما قطر، وادخلت من سر هذا النور ما أخرت، وخصصت به من خصصت، وكان مصدقه في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر، وبكيت غايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا يجد تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولا أرض الله ينظر به المتكلم والسامع، ويتلامي في شفاة هذا النبي الشافع، ويتنوهاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الأبصار صلى الله عليه وسلم. وقد ضربنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه وهو نور الهدى في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق درس في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه ومقعمت به الأجدر المذكورة مرجوها بالمصبورة والحر كله يسجد ويسجد بسرور وبهاد.
منها فرائض الأنبياء من الأحياء.
وثاني وله الأولى في بدي والمؤمنين والمؤمنات
الحمد لله.